اللي بده يحرم ويحلل بده يكون عنده رتبة اجتهاد. ما بيقدر أي إنسان المنصب ما بيأهله أنه يقول حرام ويقول حلال ويقول واجب ويقول مش واجب. هكذا رد المفتي شيخ أحمد طالب على المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان الذي خاطب جمهوره اللبناني قبل أيام بضرورة المشاركة في الانتخابات اللبنانية. قبلان قال إن التردد والورقة البيضاء حرام والحياد جريمة كبرى، ليعود ويؤكد في خطبة الجمعة على أن لبنان أمام لحظة انتخابية مصيرية والاستهتار حرام. الشيخ أحمد طالب عارض كلام الأخير بشكل قاطع، مشيرا إلى أن التحليل والتحريم يتطلب مستويات علمية معينة. فتاوى انتخابية غير مقبولة قانونا تتناقض مع مبدأ حرية الرأي والتعبير، وتفاقم من حدة المعركة الانتخابية وحموتها التي بلغت ذروتها في الأيام الماضية في لبنان. سجالات بين القوى والأحزاب السياسية ولا سيما بين رجال الدين، ولم تخلو خطاباتهم من التحريض وشد العصب، وتكثفت تزامنا مع اقتراب الموعد الحاسم حتى في يوم انتخابات المغتربين بعكس القانون الانتخابي الذي يفرض الصمت الانتخابي. معظم الخطابات دعا إلى تكثيف المشاركة في الانتخابات النيابية اللبنانية، إضافة إلى فتاوى انتخابية تضمنت تكليفا شرعيا بالتصويت لمرشحين ولوائح معينة وحرمت خيارات أخرى، مما أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية. مشهد اعتاد عليه اللبنانيون منذ عقود، حيث يتغذى النظام السياسي القائم من الطائفية وتتقاطع مصالح رجال الدين فيه مع السياسيين، مما فاقم الفساد وحماية الفاسدين في مؤسسات الدولة. فهل ترى أن تدخل رجال الدين في السياسة يعرقل الإصلاح الحقيقي؟